كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. فريد شوقي، نور الشريف، أمينة رزق. في الحب في الخريف. بطولة نبيلة السيد، عبد الله فرغلي، رجاء الجداوي. الحب في الخريف، حلقات مسلسلة، تأليف محمود الشربجي. الموسيقى التصويرية مختار السيد. المخرج المساعد حسام عبد الباقي. إخراج عصمت حمدي. اهلا اهلا بامر 14. مساء الخير يا انكل. مساء النور على البنور. اقعدي يا بنتي، اقعدي. دادا حليمه، بقولك ايه، روحي روحي. استعجل سي محمود مش كده؟ لا لا، اخريه عطليه. اخره مالك يا دادا حليمه؟ ايوه ايوه، اخريه شويه عشان عايزه دردش مع الحلوه دي شويه قبل ما يجي. حاضر. ايوه يا دادا، في حاجة؟ طبعا في. الله، مالك بتبصيلي كده وبتبتسمي؟ تعرف يا سي محمود، بسم الله ما شاء الله، حلوة زي فلقة القمر. مين؟ عيونها بتطل منها الطيبة. هي مين بس؟ قصدي ست أمال. أمال جت؟ وقعد مع سي بهاء بر. إيه؟ تعالى تعالى هنا، رايح فين؟ رايح أصلنا خارجين أيوة، بس مش تلبس ما دمت خارج معاها. ألبس؟ ايه يا دادا، سلامت الشوف، ما انا لابس اهو. وده اسمه كلام بقى يا سي محمود؟ تبقى خارج مع القمر وتلبس البدله دي؟ طب والله ما انت خارج الا لما تلبس البدله الكحلي الجديده والكرافته البنفسجي اللي جابها لك سي بهاء اول امبارح. يا دادا انت فاكره ايه؟ احنا رايحين حفله صغيره في بيت صديق لينا، يعني كلنا طلبه ويعني. ايوه بس هتمشي مع الست امال وهي لابسه تير كحلي يجنن يهوس. بس احنا مش هنمشي يا ست دادا. يعني ايه؟ يعني امال معاها عربيه كمان. انت فاكره ايه؟ امال دي مجرد زميله. نعم نعم. وصديق. برضو ما انتش خارج الا بالبدله الكحل، ولما اشوف بقى كلام دادا هيتسمع ولا لا. عندك وبلاش التكشيره دي. حاضر. هو انا ليا مين في الدنيا بعد المرحومه ماما غيرك؟ خلاص، طلباتك اوامر يا دادا. تعيش يا ابني وربنا يوفقك. ايه الله، مالك؟ مالي برضو؟ تسمحي تتفضلي من غير ما ترد عشان اغير؟ والله كبرت يا سي محمود وبقيت تنكسف تغير هدومك قدام. ايه، حاضر حاضر يا سي. عشان كده كنت مستغرب انه مصادق زميله، لكن برافو عليكي، وكل برجو منك انك تقفي جنبه.
تخلصيه من عودته من بنات حواء كلهم. اللي عايز يشوف كل واحدة فيهم أمه وطبيتها واستعدادها للتضحية وطريقتها في معاملة جوزها. إن شاء الله والحمد لله إنه ارتاح لي. وزي ما قلت لك ياريت تطنشوا حكاية حفلة الليلة دي وتروحوا تقعدوا في أي حتة، تقعدوا مع بعض شوية، هي الكازينوهات الكويسة مالية البلد. أنت بتقول إيه يا أنكل؟ مع محمود؟ أيوة. أنت خايفة منه؟ بس أوكي كي كي. خد يا محمود. ايه ده؟ مفتاح العربية، سوق انت. اسوق؟ هو انا بعرف؟ خلاص ابقى فكرني اعلمك السواق. اتفضل اركب. يعني ما بتقولش حاجة؟ مين هيكون موجود في الحفلة؟ كل الشلة، ويمكن سوسن وسهير وهند، وطبعا اخوات مجدي. ايه مالك؟ بتفكر في ايه؟ لا ولا حاجة. ده مجدي محضر كام شريط مزيكا جنان للرقص. رقص؟ طبعا. وعلى فكرة ابقى خلي بالك. من ايه؟ سوسن مترهنة انها هي اللي هترقص معاك طول الحفلة. ايه؟ ترقص معانا؟ ايوه، بس بقى افتكرني برقصة وما تنسانيش. امال انت بتقولي ايه؟ انا مش ممكن ارقص حتى في ليلة زي دي، ده احنا بنحتفل بالنجاح يا محمود. امال انا عمري ما رقصت ولا اعرف ارقص خالص. امري لله اعلمك الرقص كمان. الله، احنا وقفنا هنا ليه؟ بص يمينك كده، ده كازينو. صح. لكن انت قلتي ان الحفلة في بيت مجدي. ايوه. امال ايه انزل انا هفهمك. انزل بقى. ايه رأيك في الهدوء ده؟ والحفلة؟ مش عارفة يا محمود، حسيت ان جو الحفلة مش هيعجبك. قلت نحتفل بالنجاح انا وانت في جو هادي، النيل تحتنا والسماء الصافية فوقينا وصوت العصافير مع حفيف اوراق الشجر مالي اسمعنا. ولا تحب نقوم نروح الحفلة؟ لا امل. لا يعني يمكن تكون متضايق. بالعكس، أنا. أنت إيه؟ كمل يا محمود. أنا قولها يا محمود. إذا كنت مكسوف أو مش عايز تقولها عزيت نفس، أنا بقولها لك. لا أمال، إحنا اتفقنا. عارفة وفاكرة، نبقى أصدقاء مش كده؟ مش ده اللي أنت عايز تقوله؟ أيوه. وأنا موافقة وراضية يا محمود، لكن ممكن أسألك سؤال وتجاوبني بصدق؟ أنا ما تعودتش أكدب. أسفة مش قصدي ده، بس يعني زيادة في التأكيد، لأنه يهمني أعرف الإجابة بوضوح. وإيه يا ترى السؤال؟ أنت يا محمود قصدي بتحب أو يعني مرتبط بواحدة تانية؟ أيوة. بتقول أيوة؟ عشان كده أنا متأسفة. على إيه؟ لأني كنت هدخل في الخط غلط، ما كنتش عارفة أنه مشغول، بس أؤكد لك أن أنا دلوقتي سعيدة، خصوصا بعد ما صارحتني. يا ترى حلوة؟ نقية وطهرة. أظن كمان ما تجرؤش تخرج مع صديق ليها وتقعد معاه في كازينو زي كده. اخرسي. إيه؟ أمل.
امال انا ارجوك سيب ايدي، الناس هتاخد بالها. تعالي بس، رايحه فين؟ بقول لك ارجوك سيب ايدي، الظاهر انك فهمتني غلط. ارجوكي ارجوك انت اقعدي. انا امال والدتي ما كانش ليها اصدقاء. والدتك؟ ايوه، ايامهم ما كانوش بيكونوا صداقات مع الرجاله. محمود، هو انت كان كلامك عن والدتك لما قلت لي انك بتحب؟ ايوه، وفي مين ممكن اقدر احبها يا امال؟ انا اسف. صدقيني اول مره اقول لفظ زي ده. والمين للانسانه الصديقه دي؟ خلاص خلاص يا محمود، ريت لساني انقطع. لا لا يا محمود، انا اللي كنت غلطانه، كان لازم افهم كده على طول. يا امال والدتي هي انكل بهاء قال لي يا محمود. ايه؟ قال لي انها فاتتك وانت صغير، وانت عندك 7 ايام. وانا عندي 7 ايام؟ مش ده المهم. ممكن يبقى ده وضع اي طفل، وانا فعلا كنت فاكر كده، لكن والدتي الله يرحمها كانت بتضحيتها اكبر واعظم. امال لمؤاخذه، يا ريت تحكي لي حكايه الام العظيمه دي اللي قال عنها والدك انها كانت اعظم زوجه. والدي معاه حق، الزوجه العظيمه فاطمه. غدا الحب في الخريف، مع تحيات محمود الشرباجي، عصمت حمدي.